والوراك بتاعت الفراخ الكبيره بتكون صعبه قوي في السوى، بتاخد تسويه كتير، بتكون بتشد، فبندخلها دايما في ان احنا نخليها، نطلع منها الشيش طاووق او ناخدها نخليها نعمل بيها حاجات كده نصنعها زي الحام الكذاب او الفراخ الوراك يعني اللي جواها رز خلطه. الموضوع بسيط جدا بس بيكون طعمه مميز عامل زي الحمام كده، عشان كده بيسموه ايه حمام كذاب. وعشان نعمل الوراك بتاعتنا او الحام الكذاب ويطلع طعمه كويس محتاجين تتبيله كويسه ومحتاجين خلطه للرز، الخلطه تكون طعمها حلو. اول حاجه محتاج الوراك تكون كبيره على حسب بقى العدد بتاع البيت كام فرد، ونعمل لكل واحد واحده او اتنين على حسب انتوا عاملين ايه جنبها. والتتبيله عشان تبقى كويسه محتاجين بصله مبشوره، اتنين طماطم مبشوره، ثلاثة معلقة كبيرة من الزبادي، أربعة خل، معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة، رشة جوز الطيب وملح وفلفل أسود. ويا ريت نهتم إن احنا ندخل الجنزبيل في كل الوصفات بتاعتنا عشان بيقوي المناعة كويس جدا. بعد كده عندي الرز الخلطة، وعشان الرز بتاعي يكون مظبوط أنا محتاج رز بلدي، هغسله وأصفيه على طول وأخليه ينزل المية. دايما بشوف أمهاتنا يعني أو كل البيوت بيعملوا إيه، بيحطوا الرز في حلة ويغسلوه ويسيبوه في المية بتاعته شوية، وده بيخلي الرز بتاعي يتكسر. حتى لو الرز فيه نسبه رطوبه زي اللي فيه نقط البيضه دي بتخلي الرز بتاعك انت عاملاه صح وحاطه كل حاجه مظبوطه وميته مظبوطه، بس حاجتين، يا طالع معجن يا طالع الرز مكسر خالص، وبسبب ان الرز متكسر عامل زي البودره فبتلاقي الحله بتاعتك في الاخر كلها لازقه ببعضها وهي ملسوعه، فنخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي بتفرق جدا. بعد كده كيلو من الرز، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الزيت، مكعب زبده، معلقتين كبار من الصلصه وميه سخنه، مكعب مرقه، اثنين لورا، اثنين فص حبهان، معلقه كبيره من القرفه البودره او معلقتين، وملح ومعلقتين من السكر. انا هنا عايز السكر بتاعي اكرمله عشان يديني في الاخر لون البني للرز. خلينا اول حاجه نتبل الفراخ ونشوف ازاي هنجهز الفراخ بتاعتنا. اول حاجه بقى هتغسلي الفراخ بخل وملح وتصفيهم كويس، بعد كده نشوف بقى الخطوات التانيه، سكينه حاميه، بلانشه، كيس ثلاجه، الشاكوش، ونبتدي نشتغل. اول حاجه بقى هعملها هاخد البصله المبشوره، موضوع سهل اهو، طماطميه صغيره مبشوره او نص طماطميه لو الطماطم كبيره، البابريكا والجنزبيل ورشه جوز الطيب، معلقه الزبادي، ممكن معلقه رايب، ممكن نستغنى عنها لو ما عندكيش خالص، وادي معلقه الصلصه. وهنا انا حاطط الصلصه عشان تديني اللون الذهبي كده بتاع ان انا مدخل الحاجه الفرن تطلع متحمره كويس. عندي ممكن لو عندك كاتشب برده ممكن تحطي ده، ما فيش اي مشكله خالص. بعد كده معلقه الزيت ومعلقه الخل، وهنا بقى معلقه الخل مهمه جدا احنا نحطها عشان احنا بنستخدم وراك كبيره، فالوراك الكبيره دي بتاخد تسويه كتير، فعشان نعدي من الحته دي وتطلع كويسه قوي لازم نحط خل على التتبيله، ويفضل ان انت تجهزي الفراخ بتاعتك من قبلها بيوم. ادي كده التتبيله بتاعتي جهزت، اروح بقى على الخطوه الثانيه وهي ان انا اجهز الفراخ. سكينه حاميه قلنا، شاكوش، كيس ثلاجه، وهقلب الورك بعد ما اغسله كده، واقوم جاي انا عارف ان في عظمه هنا وهنا، او ماشي بالسكينه كده حاميه، بصوا اهي السكينه بتكون حاميه كده بتمشي على العظم تفتح. بعد كده هلف الورك وابتدي اروح عند المفصله اللي هنا او القرقوشه اللي بين الاثنين دول، وافتح فيها كده في سن السكينه، لازم تكون السكينه حاميه، بتفرق، كل ما السكينه تبقى حاميه معاكي كل ما ده هيريحك اكتر. بعد كده فتحت دي، اقوم جاي عند اخر الورك من هنا واقوم كسره كده، وخلي بالي من الحتت الصغيره اللي بتتكسر دي لازم المها كلها اشيلها، وارفع تاني الدم ده مفيش مشكله خالص، هنغسل الفراخ تاني. بعد كده بقى ايه، هوصل لحته القرقوشه وابتدي بالسكينه افتح كده واحده واحده عشان ما اهدرش نسبه لحم كتير، يطلع الورك كبير وبعد ما خليته ضيعته نصه. الموضوع انا عارف ان في ناس بتعشق الحاجات المحشيه رز خلطه والكلام ده كله، طبعا انت بقى عندك عزومه هتعملي ايه، هتجهزي الفراخ من قبلها بيوم، تسيبيها في التتبيله، تصحي تاني يوم تعملي رز الخلطه اللي احنا هنعمله دلوقتي وتحشي الفراخ بتاعتك. حتى اخر شويه دول لازم اجي احاول على قد ما اقدر انا اطلع الجلد كله سليم على قد ما اقدر. ادي كده الورك بتاعي، اقوم رايح بجايب الكيس، افتح كيس ثلاجه كده واقوم قالب الورك على الوش ده وافرد الجلد عليه واقوم مغطيه، واقوم جايب الشاكوش بتاعي وابتدي ادق هنا الحته اللي ليها سنون دي، وابدا ادق كده عشان اخلي كل الورك يبقى سوا واحد، الف جوه الرز وادخله الفرن يطلع كله مستوي، ما يبقاش فيه حتت بتشد كده صغيره، لان دي وراك احنا عارفين الوراك فيها عروق كده يعني زي الموزه يعني اللي احنا عاملينها في اللحمه كده تكون فيها عروق شويه، فلازم نسويها كويس، فلازم ان انا اخليها كلها سوا واحد او قطعيه واحده او مقطوعه صح عشان تطلع
في الاخر مستويه كويس. بصوا الموضوع سهل جدا، ادي كده الورك طلع معايا، مش محتاج بس غير ان انا اغسله واصفيه واحطه على التتبيله بتاعتي. غسلنا الفراخ بتاعتنا كده ونشفناها كويس، بعد كده هاخد التتبيله بتاعتي وانزلها فيها، هاخد بقى الوراك كلها كده واقوم اقلبها كويس، ودي بقى المفروض انا احطها في اغطيها بستريتش او احطها في علبه من علب التلاجه واغطيها واسيبها لمده يوم في التلاجه، هيبقى تبقى عامله زي الزبده. جربي الطريقه دي هتفرق معاكي كتير جدا في الوراك وبالذات الفراخ الكبيره او الوراك الكبيره. تبلنا كده الفراخ وجهزناها، نروح بقى على ازاي نعمل الرز وخلطه بسرعه كده يطلع في الاخر نتيجته كويسه. عندي طاسه وعندي حله، ويفضل طبعا الحله الجرانيت، بتفرق كتير قوي ان هي ما بتحرقش الاكل او ما بتعملش ارضيات كبيره. وطقم الحلل ده اسمه الدبابه، هنلاقيه في معارض سفره متوفر بكل الالوان، وكمان معايا ووك وطاسه وحاجات كده. هنزل بقى بشويه زيت حلوين كده، كعب زبده، ممكن معلقه سمنه مع الزبده لو احنا مش عايزين ده. بعد كده عندي البصله المفرومه، خد بقى معلقه واقلب البصله كده مع الزبده على طاسه ما تحرقش. الطاسه دي لازم تسخن قوي، هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. بعد كده عندي اللورا والحبهان، وعندي الصلصه، القرفه بقى عشان الرز الخلطه ما بيحلاش غير بالقرفه. انا عارف ان في ناس ساعات ما بتحبش القرفه، بس هي طعمها ما بيبانش قوي، بس بتدي طعم مميز قوي للرز الخلطه. حط دول مع بعض. بعد كده عندي السكر، هنزله هنا في الطاسه لوحده واسيبه بقى يتكرمل عشان يديني اللون الذهبي. وادي شويه زيت اهو، ممكن ناخدهم مكعب المرقه هنا، او ناخد الشوربه بتاعت اللحمه اللي احنا لسه عاملها برضو، تدينا طعم مميز قوي. قلب كل الكلام ده، اغمقت قوي الصلصه كده مع البصله وخلاص دابت. هقوم واخد الرز بتاعي بعد ما غسلته ونشفته واقوم اقلبه، واخلي بقى الكاتل جنبي يكون سخن، لازم اكسر مكعب المرقه كده خالص. مهم قوي بقى ان احنا موضوع الميه السخنه والبارده على الرز. طبعا انت بمجرد ما تسخني اي حاجه في الدنيا وديها ميه ساقعه بتعمل لها صدمه كده، ايه ما بتظبطش الدنيا. فلو احنا هنعمل الرز هنسخنه كده يبقى لازم نحط له ميه سخنه، بيفرق معاكي قوي في التسويه والوقت بتاع التسويه، وان الرز بتاعنا يطلع مفلفل وكويس. واحنا هنحط له زبده وزيت، فان شاء الله هيطلع في منتهى الجمال. هساوي بقى الرز بتاعي خالص كده، وهقوم رايح على الميه السخنه، يفضل طبعا من الكاتل كده او نكون غاليين شويه شوربه، واقوم نازل بالميه، اقلب صباع واحده بس بعد الرز، واقوم اقلب كده. السكر بتاعي خلاص اتكرمل، ما سيبوش لحد ما يتحرق. اقوم واخد شويه ميه صغيرين حطيتهم على السكر كده، واقوم نازل بيهم فين؟ على الرز، ومقلب. وبلاش نسيب الرز السكر بتاع الرز يتحرق قوي، عشان لما بيسود قوي يتحرق بيودينا في حتت مش حلوه يعني. وممكن لو انت خايفه من انت ما تعرفيش تظبطي السكر، لو عندك صويا صوص هتحطي معلقتين كبار بس من الصوص الغامقه على الرز، وهنغطي بقى كده ونغطي ونسيبه يهدى لحد ما الرز بتاعنا يستوي عشان نكمل الحمام الكذاب. استوى كده الرز بتاعنا خلاص، نفتح بقى الحله وناخد منه في صينيه، ونطلع بقى الفراخ اللي احنا حطيناها في الفرن عشان لسه متبينها عشان تقعد في التتبيله شويه. ادي كده الرز بتاعنا، هاخد بقى ايه الوراك، افرد الورك كده، واقوم واخد شويه رز، واخد شويات صغيره كده عشان اللي انا هحط ايدي فيه مع التتبيله ده ما ينفعش ناكله مستوي. والرز هنا مستوي عشان نتاكد ان احنا لما نعمل الحمام بتاعنا يطلع كويس جدا. منها وبتفتح مننا اي واحده من دول زي دي مثلا كده فيها الرز كتير، لما ادخلها الفرن الفراخ لما بتستوي الانسجه بترجع تلم تاني او بتكش يعني من درجه الحراره. فلو واحده فيها رز كتير زي كده ممكن تفتح او تلاقي ايه رفعت من الجنب، مفيش مشكله خالص. وانا مش عايز الفها خيط دوبار عشان ما اصعبش عليكي الموضوع. الفرن بتاعنا على درجه حراره 200، هندخل بقى الفراخ ونسيبها كده براحتها من نص ساعه لساعه الا ربع على ما تستوي. واحنا طبعا دقين الفراخ كويس فمش تاخد وقت في التسويه كتير. عدت كده من نص ساعه لساعه الا ربع على الفراخ، هفتح كده اقول بسم الله، وادي الوراك بتاعتنا اهي. محتاجين بقى طبق كبير كده عشان نقدم عليه الوراك، قول بسم الله كده واجيب مقطه لان الرز من تحت، فانا مش عايز الرز يقع مني، لازم تشيليها بحاجه كده اهي.
وابتدي بقى ارصهم على سيرفيس كبير او على طبق كبير. بصوا ليه احنا اللي قلنا فيها رز كتير هي اللي اتفتحت من الجناب او هي اللي وسعت كده. وادي كده الحمام الكذاب او الوراك المحشيه رز خلطه، الموضوع مفيهوش كدب ولا حاجه، بس ايه اكله من الاكلات المميزه قوي اللي تبقى حاجه كده احنا عازمين العيله كلها اللمه دايما بتفرق.